ابراهيم اكاديمية ناصر للتنس الارضي. تحييكم. نشط عقلك في التنس الارضي. كيف تنشط عقلك في التنس الارضي؟ التنس الارضي يعمل على التركيز المستمر على الخصم وطريقة تسديد الكرة شمالا ويمينا، على تنشيط الوظائف والعمليات العقلية في المخ والذاكرة والتركيز والملاحظة والادراك داخل الملعب، مما يجعل تنشيط العقل والتركيز داخل الملعب ينشط العقل للاعب التنس. شكرا.